أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه من كتاب الشمائل المحمدية أو الشمائل الترمذي للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وصلنا عند باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يضحك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطاة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، يعني دقة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. رواه الترمذي في جامعه أيضا، ولكن في إسناده ضعف، فهو حديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح، أنه كان لا يضحك إلا تبسما صلى الله عليه وسلم، فكان لا يضحك حتى يبلغ القهقهة، بل يضحك يعني جل ضحكه، كما روي في روايات أخرى جل ضحكه التبسم، يعني كل الضحك كان عنده غايته أن يتبسم. وهذا التبسم يختلف، يعني قد يتبسم ابتسامة كبيرة أو أقل، حتى بدت نواجذه في بعض الروايات. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة وعبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه كل ما يراه يراه متبسما صلى الله عليه وسلم، ليس فيه عبوسة ولا تكشير، بل هو صلى الله عليه وسلم كان يعني أجمل الناس، وكان يزداد جمالا عندما يتبسم، تحب أن تراه صلى الله عليه وسلم. وليس الدين كما يزعم الناس أنه تكشير وعبوسة في الوجه أمام الناس، بل التبسم في وجه أخيك صدقة. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما، هو حديث صحيح. ثم قال: حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، هو حديث صحيح. وقال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، يعرض عليه الصغار يقر بها ومشفق يخاف من الكبار، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. فضحك صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف، موقف هذا المؤمن يوم القيامة، حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، فكان يسر ويحب ما يسر المؤمن، وما يلقاه من خير سواء في الدنيا أو الآخرة. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، بل هو عند مسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت،
ولا رآني إلا ضحك صلى الله عليه وسلم، وهو عند البخاري ومسلم. فهذا حديث جرير كأنه يقول يعني ما في موقف يراني فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ضحك، كلما يراني يضحك، فما رآه أبدا إلا ضاحكا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. هو كأنه روى الحديث من طريق آخر، هو نفسه حديث جرير عند البخاري ومسلم. ثم قال: حدثنا، هذا حديث يعني فيه طول نوعا ما، قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال: فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى، فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أي حتى بدت أضراسه صلى الله عليه وسلم ضحكا من موقف هذا الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا. كيف هو يعني من كأنه من شدة يأسه يعني أن يدخل الجنة، ويعني يعني لما قال له ربه تمنى، فلما تمنى قال: فإن لك مثل ما في الدنيا وعشرة أضعافه. فقال: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ يعني أنا مسكين يا دوبك عايز بس أتشبث على باب الجنة بس. فهذا الموقف أضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والحديث عند البخاري ومسلم. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة أنه قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله. ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم، أو سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقلت، يقول الراوي، يقول لعلي بن أبي طالب: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من تعجب ربنا سبحانه وتعالى من هذا العبد الذي يقول: رب اغفر لي، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا هو، كأن فيها حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء دعاء من أدعية السفر أو أدعية ركوب الدابة أيضا، سواء كان مسافر أو سواء كان ذاهب إلى أي مكان، دعاء جميل يعني. فليحفظ ولنعلمه ولنعلمه أبناءنا. يركب، يستوي على السيارة الآن، يقعد، أو على الطائرة، بسم الله، سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين وإن ربنا منقلبون. هذا الحديث معروف، آية في سورة الزخرف. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي، أو سبحانك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويضحك يعني يتبسم. ورواه أبو داود أيضا وهو حديث صحيح. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد أنه قال: قال سعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص:
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه أي أضراسه. قال: قلت: كيف كان؟ قال: كان رجل معه ترس. يعني ما الذي حدث يعني؟ قال: كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا يرمي بالنبل اللي هي السهم، وكان يقول كذا وكذا بالترس، يغطي جبهته بالترس. فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، يعني كان الرجل يتقي بالدرع، فلما نزل الدرع فسعد أصابه، فأصابه في جبهته، وانقلب وشال برجله، يعني اتقلب إيه؟ رأسا على عقب، ورفع رجله فوق ورأسه تحت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. طبعا هذا رجل من المشركين، انقلب هذه الانقلاب يعني. قال: قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: من فعله بالرجل، الرجل عمال يتقي بالدرع، فلما نزل أصابه في جبهته يعني. وكان سعدا راميا رضي الله عنه. سعد ده سعد بن أبي وقاص، خال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ارمي سعد فداك يا أبي أمي. فكان راميا بالنبل رضي الله عنه وأرضاه، وحديث قال في إسناده ضعف يعني. طيب، ندخل في الباب الذي بعده، ولا يعني هو باب، يعني هو باب تتم، يعتبر الباب الذي قبله، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نأخذ المزاح مع الضحك. طيب، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أنس بن مالك: يا ذا الأذنين، يعني هو يداعب أنس بن مالك ويمازحه، هو في بني آدم بدون أذنين؟ فيقول يقول له: يا ذا الأذنين. فقال أبو عيسى الترمذي: قال محمود، قال أبو سامة يعني يمازحه، هو حديث صحيح. ثم قال: حدثنا هناد بن السري، قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول، وفي رواية: ليخاطبنا حتى يقول لأخي لي صغير، اللي هو أبو عمير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وطائر يشبه العصفور كان عند أخي أنس بن مالك، فمات هذا الطائر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رأه حزينا، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يمازحه يعني. هو حديث البخاري ومسلم. قال أبو عيسى الترمذي يعني رحمه الله: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنى غلاما صغيرا فقال له: يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطيرة ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا عمير، ما فعل النوير؟ ثم قال: حدثنا عباس بن محمود الدوري، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا، يعني في رسول بيداعب أصحابه، كأنهم يعني استعظموا هذا الأمر، رسول رب العالمين بيأتيك الوحي تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا، ومازح نعم، لكن لا أقول إلا حق. رواه الترمذي أيضا في جامعه، وهو حديث صحيح. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، يمازح لكن لا يقول إلا حقا، ويجب أن يحذر المسلم أن يمازح بالكذب، وما يعني أكثر هذا على ألسنة الناس، يريد أن يضحك الناس فيأتي بخرافات، ويأتي بقصص وهمية ليضحك الناس، وهذا فيه وعيد أصلا، يعني ويل لمن يحدث القوم حديثا ليضحكوا وهو كاذب فيه، ويل له ثم ويل له ثم ويل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يمازح نعم، ولا يقول إلا حقا، ثم حديث صحيح. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا
استحمل يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه دابة ليركبها، يعني شيء ليحمل عليها يعني دابة. استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة. إني حاملك على ولد ناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ لأن ولد الناقة صغير في الحجم يعني، والرجل حمل الكلام على ظاهره، يعني اعمل ايه بولد ناقة صغير، انا عايز حاجة اركبها تنفع يعني امشي بيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود أيضا وهو حديث صحيح. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، رجل أعرابي من البادية كان يحب لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي له بهدية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، يعني يعطيه بعض الأشياء هدايا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من عنده إذا أراد أن يخرج ويذهب إلى باديته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكافئ، إذا أعطاه أحد هدية فيكافئه بأخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني هو بيجيب لنا حاجات من البادية ونحن بنديله حاجات من الحضر. هو بيجهزنا من البادية حاجات البادية اللي مش موجودة عندنا، واحنا بنديله حاجات الحضر اللي مش موجودة عنده. فكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يمازح أصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، يحب زاهرا هذا، وهذا تتمة الحديث، يحب زاهرا. وكان رجلا دميما، يعني صورته فيه يعني قبيح المنظر يعني. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه في السوق يعني، فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني يعني اتركني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، التفت كذا يعني عرف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يألو، يعني يألو يعني لا يقصر، ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فرصة بقى تبرك. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله والله إذا والله تجدني كاسدا، يعني عبد زي واحد زي حالاتي بالشكل ده، يعني راجل سلعة بايظة يعني رخيصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال، أنت عند الله غال. فسبحان الله، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لزاهر هذا، وهو حديث صحيح. ثم قال ونختم بهذا الحديث الباب، حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي، فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وهذا آخر حديث في الباب، وهو حديث حسن لغيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجمعنا به جميعا في جنات النعيم بغير حساب ولا سابقة عذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.